يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادراتها التي تخدم الفئات الأكثر احتياجا في جميع المحافظات. وفي محافظة البحيرة أقام التحالف الوطني حفل إفطار جماعي لشباب المتطوعين من الصم والبكم ضمن مبادرة لتكريمهم على المشاركة في العمل التطوعي. في ظل استمرار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم خدماته من خلال العديد من الجمعيات الأهلية، تأتي هذه المرة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة بحفل إفطار جماعي للمتطوعين من الصم والبكم الذين شاركوا في العمل التطوعي خلال العديد من فعاليات التحالف. النهاردة احنا سعداء بتكريمهم فعلا، لأن الشباب ده شباب جميل جدا من المتطوعين من الصم والبكم، وقد ايه عندهم هم قدر من الحب والإخلاص للوطن. ويمكن كانوا هم الأول منزوين عن المشاركة في العمل المجتمعي، فاحنا أول ما دعيناهم تحبوا تشاركوا معانا، لأنهم بيشاركوا وعندهم ما شاء الله عليهم قوة والتحاد. يوم جميل هيجمعنا كلنا، اللي احنا نبقى كتف كتف، اللي احنا كلنا واحد، اللي انتوا واحنا واحد في مجتمع نبني مصر باذن الله تحت القياده الحكيمه وسياده الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحفل ضم ما يقرب من 400 متطوع من الصم والبكم، وتم تكريم 30 متطوعا تقديرا لدورهم الفعال والمميز في العمل التطوعي خلال الفتره الماضيه وكحافز للمتطوعين كافة. أنا مبسوط جدا، ولو ما كنتش مبسوط ما كنتش جيت أصلا، وهم أول ما قلت لهم إن عايز أتطوع فهموني وبدأوا يشجعوني وقالوا لي إحنا معاك ووراك. محدش عمل معانا كده قبل كده، وده شيء بالنسبة لي عظيم جدا. بنزل أشتغل بقول لهم يلا يا جماعة يلا بينا نشتغل، أنا مش قاعد وهتطوع وهنجيب ناس كمان تتطوع، وهكلم فلان تعالى اتطوع علشان نزود عدد المتطوعين. احنا مع الرئيس بتاعنا ومش هنسيبه ان شاء الله مدى الحياة. ما يقرب من 15,000 متطوع من الصم والبكم يجتمعون فقط داخل محافظة البحيرة، 5,000 منهم متطوعون تحت مظلة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، ويتم تنظيم العمل معهم من خلال مترجمين يعملون على التنسيق بينهم وبين الآخرين.